خلي القلق تبع الاهالي اكبر بكثير من تطمينات الحكومه. وانا بعتقد اليوم نحن جايين لحتى نقول كلمه واحده مع الاهالي، انه يجب على الحكومه اللبنانيه ان تعمل اقصى ما في جهدها في سبيل تحرير هؤلاء الجنود، وان يكون البند الوحيد على جدول الحكومه هو بند المخطوفين فقط لا غير. لا نقبل ان تجتمع الحكومه وعلى جدول اعمالها 100 و150 بند وموضوع المخطوفين هو جزء من هذه البنود. النقطه الثانيه اللي بحب اذكرها انه يجب ان نبتعد عن موضوع المزايدات. هذا الملف هو ملف وطني بامتياز. هؤلاء الجنود كانوا عم بيدافعوا عن كرامتنا وعن شرفنا وعن ارضنا، فمسؤوليتنا جميعا انه نحن نحررهم. اما موضوع المزايدات انا بظن لا يخدم على الاطلاق عمليه اطلاق سراحهم، و بنطمن الاهالي انه نحن واقفين حدكم لحتى نوصل لخاتمه سعيده باذن الله. والسلام عليكم. استاذ محمد حدا يلقط هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع رسل الله أجمعين. جئنا اليوم للتذكير، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لم نأتي اليوم إلا لمطلب إنساني، مطلب لبناني. فعندنا شباب من خيرة شبابنا في الأسر، جئنا نطالب اليوم هذه الحكومة وهذه الدولة بالتحرك السريع وعقد الاجتماعات السريعة والطارئة، وإن كان من معوقات أن تذلل هذه العقبات. لا يجوز أن نرفض الحلول تحت أي سبب وتحت أي طائل. قد يرفض المريض أحياناً بتر عضو من أعضائه في البداية، لكن إن لم يبتر العضو سيتفاجأ أن المرض قد استشرى إلى كل جسده. لا نقف عند كلمة الهيبة، لأن الهيبة تخرق عندما يرفض الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندما نرى تجاوزات هناك وهناك. الأمر الأسمى اليوم أن نبحث عن كيفية نحرر بها أسرانا ومخطوفينا، ونسرع في هذا الملف بكل الوسائل. إن كان هناك من معرقلين ومعطلين فلتذكر أسماؤهم. ماذا لو كان أحد المخطوفين هو ابن واحد منهم وابن مسؤول منهم؟ نحن نعيش مع بعضنا البعض متساوين. لذلك نطالب ونناشد عقلاء السياسيين، عقلاء الطوائف، أن يتحركوا لإنجاز هذا الملف رحمة بدموع الأمهات وصراخ الأطفال، حتى لا يتكرر مشهد الشهداء الذين فقدناهم. علينا بالإسراع في ذلك دون تلكؤ ودون تردد. وتعجب كل العجب من وضع بعض العراقيل بحجة عطلة قضائية أو ما شاكل ذلك. نحن في استنفار، يجب أن تكون هناك غرفة عمليات طارئة لبت وإنجاز هذه الأمور. وكلنا يعلم أنه بإمكان الحكومة والدولة والساسة والقادة إذا أرادوا أن يتخذوا أمراً أنه ينجز. ولنا عبرة ومشاهد رأيناها على الساحة اللبنانية من إفراجات عن أناس من هنا وهناك. أناشد باسم الإنسانية واسم العقلاء الرحمة بهؤلاء، ولا يجوز أبدا التأخر، فنحن نسابق الزمن. ونسأل الله تعالى أن نهنئ بعضنا بفكاك أسرانا بدل أن نعزي ونواسي بشهيد جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل مونسيور. مين؟ مونسيور جرجس. مونسيور جرجس. يعطيك العافية أول شيء. أنا صغير شوي ما. أنت من وين؟ مونسيور ماروني بعد خلاص. المونسيور جرجس مثل المطران جورج أبو جودي راعي أبو رشيد طرابلس الماروني. أنا بدي أقول لكم يعطيكم العافية أول شيء أنه نحن جايين من عكار، وعكار هي بقلب لبنان، منطقة مليئة بشعبها، هي خزين للجيش اللبناني. فنحن جايين نقول لكم ومن عبركم عبر إعلامكم أنه عكار مع الجيش وخلف الجيش، وما بخلت ولا مرة بأولادها من شان المؤسسة العسكرية، ونحن عنا الثقة الكاملة بالجيش اللبناني يلي هو جيشنا أولادنا، والمخطوفين بعرسال مع المسلحين هني أولادنا كمان، ما منفرط فيهم ولا القيادي بتفرط فيهم. نحن بدنا نشد إيدنا عايد إيات الجيش وعايد الحكومة يلي عم تبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح العسكريين المحتجزين. إن شاء الله ربنا، بدنا نصلي نحن وياكم حتى ربنا يساعدهم ويعينهم ويشوفوا الطريقة الممكنة لإخلاء سبيلهم. ومنطلب أنه يكون في عدالة ومحاكمة عادلة للموقوفين بسجن روميا، محاكمة عادلة وسريعة لا مقايضة. نحن ما نقبل يبدلوا حدا بحدا، بس بدنا نقول انه يعملوا محاكمة عادلة وسريعة لحتى نخلص من هذا الملف. بدنا نصلي على نية المسلحين حتى ربنا ينور لهم قلبهم وعقلهم ويلتفتوا لله ويقولوا انه هني مغلطين، يتوبوا يعملوا فعل توبة. صلوا على نيتهم لأنه الخاطي دايما بحاجة لصلاة. نحن بدنا نصلي لهم إن شاء الله ربنا بيعطيهم النعم الإلهية، يحل روحه عليهم حتى يوصلوا لوقت يقولوا نحن عم نتصرف غلط، لأنه كل إنسان بيتصرف غلط بس بيرجع عن خطأه. الله يقويكم يعطيكم العافية، إن شاء الله بأقرب وقت منشوف أولادنا بيناتنا، إن كانوا من عكار ولا من الألمون ولا من الجنوب ولا من البقاع، لأنه نحن اللبنانيين كلنا سوا مستهدفين، ما في طائفة لحالها مستهدفة، كل اللبنانيين مستهدفين، كل الطوائف هني أقليات بلبنان، ما في طائفة أقلية، ولكن هدول الأقليات كلهم سوا مع بعضهم بيعملوا أكترية، السفينة بتغرق بالكل، بتفوش بالكل، رح نضل مع بعضنا وحدة متكاملة من شان السلم الأهلي ومن شان العيش المشترك والعيش الواحد بلبنان. نحن مع الجيش ورا الجيش هلأ وإلى الأبد، وشكرا. يعني نحن جينا اليوم من عكار بوجود كل الفعاليات معنا لحتى نأكد على تضامننا مع أهالي الجيش اللبناني المخطوفين في الجيش اللبناني ومع كل المؤسسة العسكرية. صحيح نحن بعكار عندنا ثلاث عسكريين لا يزالوا لليوم مخطوفين مع المسلحين، ابن لقبيات واثنين من بلدة فنيدق العزيزة، ولكن هذه الوقفة ليست وقفة عكارية ولكن هي وقفة لبنانية مع كل المخطوفين من أبناء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبدنا نأكد موقفنا بأنه الفصل أو محاولة التمييز بين كرامة الدولة من جهة وترك كرامة العسكريين من جهة أخرى، هيدي شغلة بالنسبة لنا مرفوضة. مثل ما نحن حريصين على هيبة الدولة وعلى كرامة الدولة وعلى أمن الدولة، بنفس الوقت نحن حريصين على هيبة العسكريين وعلى كرامة العسكريين وعلى أمن العسكريين، لأنه كرامة العسكريين وأمن العسكريين وهيبتهم هي من هيبة كل مواطن لبناني، وفصل هذا الموضوع عن الدولة اللبنانية وكرامتها لا يجوز. هول شغلتين مرتبطين ببعضهم، لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال نقبل بقى بالمزايدات. على الحكومة اللبنانية أن تبذل كل الجهود، وما عم نحدد بالتفاصيل، الحكومة بتعرف شو لازم تعمل، ولكن ما بيسوى نحط لها شروط لهذه الحكومة.
على الحكومة تعمل كل الجهود الآيلة إلى الإفراج عن كل العسكريين. ما بدنا نعلمهم شو بدهم يعملوا، ما بدنا نعلمهم كيف بدهم يعالجوا الملفات القضائية، ولكن لازم يكون هدفنا الأساسي وعنواننا الأساسي هو إخراج العسكريين من الأسر، لأنه إخراج العسكريين اللبنانيين من الأسر هو أولاً وأخيراً الذي يحافظ على هيبة الدولة وعلى كرامة الدولة وعلى أمن الدولة اللي هي من كرامة الشعب اللبناني. هيدي رسالتنا اليوم للحكومة اللي منعرف أنه عم تعمل جهد كبير للوصول إلى هذا الحل، ولكن نحن اليوم كسياسيين مش علينا نحط لها شروط للحكومة ولا نجي إلا منقبل بهيدي الشغلة وما منقبل بالأخرى. نحن منقبل بشغلة واحدة بس ومنطلبها بشغلة واحدة بس، هي ببذل كل الجهود لإخراج هؤلاء العسكريين من الأسر. وشكرا.